السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أحب قبل ما أبدأ يا جماعة أقول للناس شكرا، بحبكم في الله، ربنا يخليكم اللي هي علقت لي على السمك، ربنا يخليكم يا رب ويبارك في أعماركم وأولادكم. ونبدأ كلامي النهاردة، هنعمل لكم معجنات كده محشية باللحمة المفرومة جميلة، خليكم معانا. كيلو دقيق، خميرة بيرة لو عندك فورية ماشي، كوباية لبن، دي كوباية لبن، اتنين عدد بيض، حطيت اللبن الأول وبعدين حطيت البيضة أو البيضاية، وعندنا بياض بيضة التانية حطيتها، دوبت البيضة في اللبن والبياض كده، وبعدين حطيت معلقتين سكر، وبعدين حطيت رشة الملح، وبعدين قلبت كده، دوبت السكر كويس وحطيت الزيت، وده حطيت خل والخميرة عشان الزفرة بتاع البيض، انا حطيت خل، دوبت كل الخلطة دي في بعضها وحطيت زيت اهو، نص كوباية زيت، وبعدين حطيت الكيلو الدقيق كله، دلوقتي هعجن العجينة كويس، عجنتها يا جماعة، ما حطتش سوائل خالص ولا دقيق خالص، وسبتها تخمر، على ما تخمر بقى اعصج اللحمة، حطيت بصلة انا فرمها كده، وحطيت اللحمة، البصلة حطيتها لما دبلت، وبعدين حطيت اللحمة وحطيت عليها فلفل، ادي العجينة اختمرت، وبعدين قطعتها، بقطعت البيتزا اربعة كده، وبعدين فردتها بالنشابة، بوريكو السمك بتاعها، ما يكونش خفيفة قوي، ما كانتش رقيقة قوي ولا تخينة قوي، سويتها، وبعدين قطعتها بالطول كده، وبعدين رصيت اللحمة كده، حطيتها كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت دي جبنة رومي، عندك موتزاريلا اي جبنة حطيها، وانا حطيت جبنة رومي على اللحمة كده، وقفلت تقفل كويس، قفلتها كده زي ما انتوا شايفين، قفلتها كويس عشان بتفتح، بص انا عملتها كده، يعني لففتها من هنا من ناحية دي ولفتها من ناحية دي اهو، شوف شكلها جميل جدا، جبت صاج وحطت فيه اهو، شوفوا شوف لفتها من هنا ومن هنا اهو كده وكده، جميلة يا جماعة، هعمل لكم تاني، فردت كده وقطعتها من هنا ومن هنا اهو بالطول، حطيت اللحمة مفرومة متعصجة، جبنة رومي، وقفلت، عايزين تحشوها اي حاجة، فراخ اي حاجة عندكم حشوها، انا حشيتها لحمة مفرومة ولفيتها كده زي ما انتوا شايفين، جبت الصفار بتاع البيضة التانية، دهنتها كده، حطيت على البيضة،
حبه فانيليا عشان الزفاره بتاع البيض، وحطيت سمسم كده وحبه البركه. مش عايزه تحطي ما تحطيش براحتك. حطيتها في الفرن، طلعت بالشكل ده. الفرن يكون وسط، ما يكونش عالي قوي. بصوا مقدمتها بالطريقه دي، بصوا يا جماعه جميله جدا، العجينه جميله جدا. بصوا من ورا، بصوا انا عاملاها جميله. فتحتها يا جماعه، بصوا جبنه رومي بتشد، دي جبنه رومي مش موتزاريلا. بصوا بصوا العجينه قطنيه جميله جدا. اهو فتحها من جوه، بصوا جميله جدا. جربوها. الف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.